الافتراضي. اروح مع حضراتكم بقى لحاجه تانيه ونشوف معاكم تقرير عملناه في صباح دريم عن معرض الزهور الموجود في حديقه الاورمان. في آخر يوم لمعرض الزهور في دورته 85 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، بدأ عارض الزهور في رفع المعارض بعد 45 يوما من عرض أنواع شتى للزهور والنباتات. الوزارة حريصة على أن المعرض ده يقام في مارس في عيد الربيع، نظرا لتفتح الزهور وجمال الطبيعة في الوقت ده. بتديك أمل في الحياة، بتحس بتديك طاقة جديدة، بترجع للإنسان تاني مولود من جديد تاني. احنا بقى راجع خلاص، يعني نسيت الايام اللي عدت وابدا من جديد تاني، نشاطي من جديد وبرجع تاني مرتاح نفسيا ومبسوط. اي بلد طبيعيه عندها في كل حته اللي هو الباركس والجناين في كل مكان. احنا في مصر اصلا الجناين تتعدى على الايد، فما تجيش كمان الجنينه الحلوه اللي عندنا نروح مبوظينها. او يعني مثلا هنا ايه المميز معرض زي معرض زهور، فلما بيتقفل الجنينه يعني انا مش متخيله الموضوع هيبقى عامل ازاي من غير ما كل الناس دي تبقى واقفه. هتبقى طبعا بتتدهور، حالها بيتدهور، فما ينفعش الجنينه الكويسه اللي عندنا كمان تبوظ. يعني المفروض ان دي تبقى خروجه كل حد. الجنينه عايزه تتنظم نفسها، عايزه تتنظف وتتنظم ويبقى في سيتنج اريا اكتر وممكن الناس تاكل، ممكن تقعد، بس نظام. عايزه يبقى في حد مسؤول عنها اكتر. ممثلو شركات الزهور أعربوا عن سعادتهم بمثل هذه المعارض التي تحقق ربحا، كما أنها تعتبر مزارا سياحيا للمواطنين. المعرض ده فرصة كويسة للناس تيجي وتشوف وتتعلم، وفي ناس بتيجي تتعلم هنا وبتفهم حاجات كويسة جدا. فالمعرض يعني لو بقى سنوي هيبقى أنا شايف إنه بقى فايدة للبلد كويسة جدا، حاجة كويسة. دي حاجة يعني أنا بناشد وزارة الزراعة إن المعرض ده يبقى معرض دايم. لا يا ريت يكون طول السنة، عشان يكون يعني في حاجة للولاد، مش لازم وقت معين يكون محدد، بس شهر بس. أنا عارفة إن هو خلال شهر بس، فأنا لحقت النهاردة يعتبر اليوم اللي قبل الأخير متهيألي النهاردة، فأنا قلت ألحق يعني أوري الولاد وكده. لو يا ريت يكون طول السنة. أصلا منظر الزهور حلو جدا جدا وحاجة حلوة بجد، يعني فرحانة جدا إن عينك تقع على حاجة كده. هو يعني نتمنى إن هو يكون كل المحافظات وتبقى في أماكن مفتوحة للناس كلها تيجي فيه، ونرجع للطبيعة بتاع زمان والحب بتاع زمان، لأن برضو بينمي إحساس الحب في قلب الواحد. الزهور دايما ما بنزور لها كده بيجدد نشاطه ويرجع للحب اللي زمان وحب الحياة. ويا ريت المعرض ده يبقى موجود طول السنة. رواد ومنظمو معرض الزهور بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة يتمنون أن يستمر المعرض طوال العام ولا يقتصر على أيام معدودة فقط، لما له من آثار إيجابية على الزائر وعارض الزهور والحديقة أيضا. سيد موسى، صباح دريم. معرض الزهور وحديقة الأورمان هتلاقوا هناك حاجات حلوة جدا، بس اليوم الأخير بكرة خلي بالكم، اللي عايز يروح هيتبسط جدا. نروح معاكم كمان لمنتجات بنجيبها مع حضراتكم وحاجات وعادات فوائدها وأضرارها. خلينا نشوف معاكم